ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات، لا عقد عليها وهي 6 وتزوجها، يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس وقد ذكرت أمس أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. Saida married at 9 to a 60-year-old man. 8 years on, she's on the run from him. He doesn't care if I'm dead or alive. Saida is just one girl in the most shocking set of statistics in Afghanistan. 60% of women are still married as children, often at 9 or 10.